قطاع العدالة بمختلف مكوناته، قطع أشواط متقدمة في عديد المجالات لمواكبة التغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري في سبيل ترقية الخدمة القضائية المقدمة للمواطن للتأكيد على دوره السيادي وحرصه الجاد على إرساء الدولة القانون. المديرية العامة للجمارك على تعزيز علاقاتها مع جهاز العدالة في سبيل مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود، وهو جهاز هام يعول عليه الدولة في صياغة وتجسيد سياسة الاقتصادية والتجارية للبلاد التي تعمل مصالحه على إعدادها دوريا، الأمر الذي جعله في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، خاصة من خلال استفاده من مشروع الرقمنة في إطار حوكمة القطاع الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية والتأمين بياناتها، بالإضافة إلى تعزيز نجاعة أساليب قمع الغش والتهريب